السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم آدم من قناة تقنيات للمعلومات. في إطار تقديمنا لحلقات خاصة بالربح من الأنترنت، نقدم I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranged it To my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Oh, oh, la 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 Oh, 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 oh. Man, I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend That's right In the AM That's my only friend No light Just the sun Coming up on the horizon I lose track of time Yeah, I move fast and climb A new class divine Yeah, true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods No, I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear Password يجب أن تتذكره أخي كريم يمكنك أن تقوم بحفظه في مذكرة خاصة بك أو يمكنك حفظه على هاتفك ولكن من الأفضل أن تقوم بحفظه في مكان خاص إذن هذا الباسورد يجب أن يكون مكون من 8 كاركترز يعني مكون من أرقام وحروف أو حتى الرموز إذن بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك التي تستطيع تذكرها اضغط على Next في هذه الواجهة يجب أن تقوم بتذكر هذه المعلومات وهي متعلقة بحماية حسابك من السرقة وأيضا ستحتاجها إلى استرجاع حسابك في حالة نسيان الباسورد الخاص بالولوج إلى قناتك من خلال حساب الجيميل الذي أنشأته إذن في هذه الخانة قم بإدخال رقم هاتفك الذي تستخدمه دائما وذلك من أجل حماية حسابك خاصة في حالة قام أحدهم باختراق حسابك في الخانة الموالية يجب أن تقوم بإدخال بريد إلكتروني آخر وذلك من أجل استرجاع حساب الجيميل الذي أنشأته والمرتبط بقناتك وذلك في حالة نسيان الباسورد الخاص بها إذن في هذه الخانة قم بإدخال تاريخ ميلادك ثم قم باختيار الجنس سواء رجل أو امرأة إذن بعد إدخال هذه البيانات قم بالضغط على Next الآن بمجرد أن تضغط على Send سيتم إرسال كود التفعيل إلى هاتفك عبر رسالة SMS بعد التوصل بهذا الكود المكون من 6 أرقام قم بإدخاله في هذه الخانة ثم اضغط على Verify لتفعيل حسابك في هذه الواجهة يمكنك الموافقة على إضافة رقم هاتفك لاستخدامه في مجموعة من خدمات جوجل أو يمكنك تجاهل ذلك من خلال الضغط على Escape الآن يمكنك الموافقة على شروط استخدام خدمات جوجل من خلال الضغط على I agree وبذلك ستتمكن من إنشاء حساب للجيميل الخاص بك وبعد إنشاء هذا الحساب ستتمكن من الوصول إلى جميع خدمات جوجل من خلال نفس البريد الإلكتروني الخاص بك بما فيها منصة اليوتيوب وكما ذكرنا في البداية يجب أن تحتاط من بعض الأمور حتى لا تفقد قناتك بسبب نسيان الباسورد أهمها يجب أن تتذكر البريد الإلكتروني المرتبط بقناتك وأيضا الباسورد الخاص به بعد ذلك يجب أن تقوم بتفعيل هذا البريد الإلكتروني برقم هاتفك والذي ستحتاج إليه في حالة نسيان الجيميل المرتبط بقناتك أو الباسورد الخاص به بحيث سيكون هذا البريد الإلكتروني بمثابة أداة لاسترجاع قناتك وسنحاول في الحلقات القادمة إن شاء الله شرح كيفية استرجاع قناتك بعد نسيان الباسورد من خلال الريكوفري إيميل إذن إخواني الكرام بعد إنشاء حساب الجيميل وحفظ جميع المعلومات المتعلقة به سنتوجه إلى الخطوة الثانية وهي إنشاء أول قناة لك على اليوتيوب للقيام بذلك قم بالدخول إلى منصة اليوتيوب
ثم اضغط على sign in ليتم تسجيل الدخول إلى حسابك على اليوتيوب. الآن قم بالضغط على هذه الأيقونة، ثم قم بالضغط مرة أخرى على My Channel أو قناتي. بعد ذلك ستظهر لك هذه النافذة من خلالها قم بتحديد اسم مميز لقناتك، ثم اضغط على Create Channel ليتم إنشاء أول قناة خاصة بك على اليوتيوب. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، ما سنقوم به الآن هو ضبط بعض الإعدادات الأولية للقناة بما فيها إضافة اللوجو وأيضا صورة الغلاف. للقيام بذلك اضغط على Customize Channel لتظهر لك الواجهة الخاصة بقناتك. ما عليك الآن هو إضافة لوجو خاص بقناتك وأيضا صورة الكوفر أو الغلاف. لإضافة اللوجو اضغط هنا، ثم اضغط على Edit وسيتم توجيهك إلى حسابك على جوجل بلس. ومن خلال About Me اضغط على Upload Photo. بعد ذلك قم بجلب اللوجو الذي ستعتمد على القناة بحيث تكون قياسات الشعار 800 على 800 بيكسل حتى يظهر الشعار بشكل واضح. الآن قم بضبط قياسات اللوجو ثم اضغط على دان. إذن بعد ذلك يمكنك الضغط هنا لتعديل اسم قناتك، بحيث يجب أن يكون هذا الاسم مميز ومناسب للمجال الذي ستختاره، ومن الأفضل أن تضع اسم لم يستخدمه غيرك من قبل. بالنسبة لي سأختار هذا الاسم كمثال فقط. بعد ذلك اضغط على أوكي ثم اضغط على Change Name. إذن كما لاحظتم معنا قمت بإضافة لوجو للقناة وأيضا تغيير الاسم الخاص بها من خلال جوجل بلس. الآن سنتوجه من جديد إلى قناة اليوتيوب من أجل إضافة غلاف جديد خاص بالقناة. للإشارة يمكنك تصميم شعار خاص بقناتك باستخدام برنامج فوتوشوب مثلا، وقد سبق أن قدمنا على قناة تقنيات درس خاص بتصميم شعار احترافي لقناة اليوتيوب بخطوات بسيطة. حتى لو لم تكن لديك خبرة في ذلك، رابط هذه الحلقة ستجده في الوصف أسفل الفيديو. أما إذا كنت لا تتقن ذلك، فيمكنك شراء إحدى خدمات تصميم شعارات وغلاف اليوتيوب بسعر $5 أو أكثر من ذلك من خلال منصة خمسات أو موقع فايفر. إذن بعد الحصول على غلاف خاص بقناتك، يجب أن يكون بالمقاسات التالية 2560 بيكسل على 1440 بيكسل. بالنسبة لي سأقوم بوضع هذه الصورة كمثال. ما عليك سوى الضغط على Add Channel Art. بعد ذلك قم بجلب صورة الغلاف بهذه القياسات من خلال الضغط هنا، ثم تختار صورة الغلاف الخاصة بقناتك. وكما تلاحظ ستظهر هذه الصورة بهذا الشكل على مختلف الأجهزة بما فيها الهواتف الذكية وأيضا على سطح المكتب لأجهزة الحاسوب. بعد ذلك قم بضبط قياسات الصورة ثم اضغط على Select. وبهذه الطريقة سيتم إضافة صورة الغلاف لقناتك لتظهر بهذا الشكل. إذن أخي الكريم أختي الكريمة، بعد إضافة الشعار والغلاف توجه إلى هذا الخيار ثم اضغط على Edit Links، ومن خلال هذه الواجهة اضغط على Channel Description، ثم قم بكتابة وصف خاص بالمجال الذي ستستهدفه على قناتك، سواء كان هذا المجال خاص بالطبخ أو التجميل أو التقنية أو مجال خاص بالترفيه وغير ذلك، بحيث يجب أن يكون الوصف يحتوي على أهم الكلمات المفتاحية لقناتك وتصف فيه جميع المهام التي يمكنك تقديمها على القناة. بعد ذلك اضغط على إيميل لإضافة البريد الإلكتروني التجاري، ومن الأفضل أن يكون هذا البريد غير مرتبط بقناتك. للإشارة بوضعك للبريد الإلكتروني التجاري سيصبح بإمكانك لاحقا التوصل بعروض الشركات للتعامل معها في وضع إعلان خاص بمنتجاتها حسب المجال الذي تستهدفه قناتك. مثلا إذا كانت قناتك تستهدف الألعاب وبها آلاف المشتركين، فستصلك عروض من كبريات الشركات لوضع إعلان خاص بآخر ألعابها، وبالطبع ستحصل على مقابل مادي جيد. الآن قم بتحديد البلد الذي تقطن فيه، مثلا سأختار المغرب. بعد ذلك توجه إلى خيار Custom Links، من خلاله قم بإضافة روابط التواصل الاجتماعي المرتبطة بقناتك. ما عليك سوى الضغط على Add ثم إضافة الروابط الخاصة بك. مثلا سأضيف رابط صفحتي على الفيسبوك، في الخانة الأولى نكتب فيسبوك، بعد ذلك سأضع رابط صفحة تقنيات مثلا. مرة أخرى اضغط على Add ثم سأكتب Website، وهنا سأضع رابط موقع تقنيات، وبنفس الطريقة سأضع رابط صفحة تويتر وأيضا رابط إنستغرام الخاص بالقناة. إذن إخواني الكرام، بعد الانتهاء من وضع الروابط وهي خمسة روابط كحد أقصى، قم بالضغط على Done، وكما تلاحظ ستظهر لك الروابط على شكل أيقونات. إذن بالرجوع إلى الواجهة الرئيسية لقناتك ستلاحظ ظهور هذه الأيقونات في الأعلى، وبذلك عند زيارة المشاهدين لقناتك سيصبح بإمكانهم الوصول إلى صفحاتك وموقعك بكل سهولة انطلاقا من قناتك.
إذن بهذه الطريقة نكون قد قدمنا لكم أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها لإنشاء قناة على اليوتيوب دون أن تقع في مشكل فقدان القناة بسبب نسيان الجيميل أو الباسورد الخاص بها بعد عمل هارد ريسيت للهاتف أو استخدام هاتف جديد. باتباعك لهذه الخطوات كن متأكدا أخي الكريم أنك لن تفقد قناتك بسبب نسيان الباسورد. وأيضا في الخطوة الثانية تعرفنا على كيفية ضبط أهم إعدادات القناة من خلال وضع لوجو مناسب وأيضا غلاف بالقياسات المطلوبة وإضافة وصف مناسب لتوجه القناة. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. إذا كان الموضوع مفيدا لك لا تنسى دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائك والضغط على زر سبسكرايب إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.